بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. الوصية. وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الليلة التي كانت فيها وفاته، أخبرنا جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، عن علي بن سنان الموصلي العدل، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد الخليل، عن جعفر بن أحمد المصري، عن عمه الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر، عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين، عن أبيه الحسين الزكي الشهيد، عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن، أحضر صحيفة ودوات. فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي 12 إماما، ومن بعدهم 12 مهديا، فأنت يا علي أول 12 إماما سماك الله تعالى في سمائه علي المرتضى، وأمير المؤمنين، والصديق الأكبر، والفاروق الأعظم، والمأموم، والمهدي. فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك يا علي، أنت وصيي على أهل بيتي حيهم وميتهم، وعلى نسائي، فمن ثبتها لقيتني غدا، ومن طلقتها فأنا بريء منها، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي، فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى محمد المستحفظ من آل محمد عليهم السلام، فذلك 12 إماما، ثم يكون من بعده 12 مهديا. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، له 3 أسامي: اسم كاسم، واسم أبي وهو عبد الله، وأحمد، والاسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين.
كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمه الله صفحة 150. وقد وردت هذه الوصية في مصادر عدة هي كالآتي: الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، الشيخ الحر العاملي في إثبات الهدات، كتاب إيقاظ من الهجعة للشيخ الحر العاملي، الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتابه مختصر البصائر، العلامة المجلسي في بحار الأنوار، الشيخ عبد الله البحراني في كتاب العوالم، الشيخ هاشم البحراني في كتابه غاية المرام، الإنصاف للسيد هاشم البحراني، نوادر الأخبار للفيض الكاشاني، الشيخ ميرزا النوري في كتابه النجم الثاقب، السيد محمد صادق الصدر ذكرها في كتابه تاريخ ما بعد الظهور، كتاب مكاتب الرسول للشيخ الماينجي، مختصر معجم أحاديث الإمام المهدي للشيخ الكوراني. وصلى الله على محمد وآل محمد الأمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.